السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في قناة شاف ليلى غاسترومي. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد المحنشات صالي كيجيو زوينين. كنجيو مع كنعمروهم بالطون والجبن فيلادلفيا. ندوزو على بركة الله المقادير. فاحنا كنحتاجو هنايا 250 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، عندي ساشي ديال الخميرة ديال الحلوى، عندي مدافي ديال باش نعجنو، عندي معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية ديال الخبز، وعندي معلقة صغيرة ديال السكر، كذلك عندي الملح حسب الذوق، تقريبا معلقة صغيرة ما عمراش، عندي 7 المعالق كبار ديال زيت المائدة، عندي معدنوس بالنسبة للحشو، عندي معدنوس مفروم، عندي حك ديال الطون ديال الزيت لأن ديجا صفيتو وحيدت منو داك الزيت اللي هو زايد، عندي علبة ديال 200 غرام ديال فيلادلفيا. وبالنسبة باش نديكوري ولا العجينة من الفوق وباش ندهنو، فأنا عندي بيضة اللي طربتها مع شوية ديال الصوص صوجا، كذلك عندي رقائق شوفان يعني على هذا الشكل، ممكن نديرو حتى داك اللي هما كبار من هادو. فخليكم معايا وندوزو باش نشوفو طريقة التحضير. هنا عندي فنجانة، فأنا كنوضع الدقيق، كذلك كنزيد عليه الزيت كامل. بالنسبه للناس او للسيدات اللي هما كيطلبوا مني العبار بكاس العنبه، فانا 250 غرام، فهي كتعطي جوج كيسان وربع ديال الطحين. كنضيف باقي العناصر اللي هي الخميره الفوريه والخميره ديال الحلويات وكذلك السكر سنيده، وغادي نبداو نجمعوها بالماء. في الماء كيحقها حسب نوعية الدقيق وكذلك حسب الخليط. نزيدو حتى الخمارة ديال الحلوى ونبداو نعجنو على بركة الله. هادي هي العجينة ديالنا، من بعد ما كان نعجنوها فهي كتجي بحال شي إلاستيك، بهداك الزيت اللي حنا زدنا ليها كتجي خفيفة وزوينة بزاف. غادي نجيبو بلاستيك غذائي باش نوضعو فيه هاد العجين باش نخليوها ترتاح واحد ربع ساعة، ونعاودو نتلاقاو ملي نبغيو نشكلوها. هنا كيف كتشوفو فأنا جمعتها في بلاستيك غذائي، غادي نخليها ترتاح ميم با واحد تقريبا ربع ساعة، ماشي بزاف، غير تشد راسها شوية. اوكي، و نبداو نحضرو في مقادير ديال الحشو ديالنا. فهنا عندي كيف ما قلت لكم علبة ديال فيلادلفيا 200 غرام، نزيدو معاها طون، علبة ديال الطون، نخلطو مع بعضياتهم مزيان حتى كينسجمو مع بعضياتهم. بهذه الطريقة نزيدو عليهم واحد فقط قطرات ديال الحامض باش كي، لأن الحامض كيف ما نتوما عارفين كيتواتم بزاف مع النكهة ديال السمك. وبالنسبة للجبن ديال فيلادلفيا أو أي جبن آخر، ماشي ولا بدا تستعملو فيلادلفيا، بإمكاننا كاين واحد الجبن اللي هو سميتو الراعي، حتى هو زوين بزاف. كذلك كاين واحد نقدروا نستعملوا جبلي، ماشي مشكل، ماشي ضروري نتقيدوا بواحد الجبن واحد فقط. هنا غنزيدوا المعدنوس، المعدنوس بوحديتو ما مخلطش مع القزبر، صافي نخلطو معاك مزيان. هنا من بعد ما كنخلطو داك العناصر مع بعضياتنا، فحنا كناخدو واحد البوشادو يجو تعبل او اي بوشادو عندنا، كندير فيه واحد البوق اللي هو تيكون من هنايا على هاد الشكل. غنعمرو فيه هاد الحشو ديالنا باش كيسهل علينا الخدمه، بامكاننا ماشي ولا بدنا نديرو فوق البوش، نقدروا نخدمو غير بالمعلقه، ولكن
هذا كيسهل علينا الخدمه وفي نفس الوقت كيجي داكشي يعني متول، العماره كتجي بنفس الفورمه. صافي، دابا نجمعو هاد الخليط هكا مزيان ونخليو على جنب حتى نتوقو العجينة ديالنا. هنا من بعد ما كترتاح لينا داك العجين كيف ما قلت لكم مدة 15 دقيقة، احنا كنقطعوها على شكل محنشات صغيرة ولي بإمكاننا نديروهم كذلك كبار يعني حسب الرغبة ديالنا. نقدر نديرو هذه كاملة محينشة كبيرة، ماشي ولا بدنا نديروها هكا صغارين، لكن انا كنفضلهم يكونوا صغار بحيث انه كل واحد سياخد محينشة ديالو على جوج يعني حسب الرغبة، وكذلك حتى في الشكل كيجيو زوينين. فانا كنصايبهم هكا كبيرات صغار. هاد العجينه كتجي زوينه بزاف يعني كتعطيك الطعم كيف ما حبيتيها كتشكل لك. ناخذ اول كويره ترشوا طبيعه الحال كنستعملوا الدقيق، نطلقوها مزيان سجي العجين يكون شويه شقيق باش ما تجيناش مدقصه من الداخل. احنا كنطلقوها على هذا الشكل، نحاولوا نديروها على شكل مستطيل. الطريقة حاولوا نقادروا لها الجوانب ديالها. دابا غادي ناخذوا الحشو اللي حنا صيبناه من قبل قد ما يكون كامل و نعمرو الحنشات ديالنا هكا. فوالا نخليو هاد القناعات ما نعمروهمش كيف كتشوفوا هاد القنيتات ما نعمروهمش، ونبداو نسدو على العجين هكا. خصنا نسوديوها مزيان مزيان باش هذاك الحشو ما يخرجش لينا. نزيروا هذاك العجين مزيان بهذه الطريقه، وغنجيو في الاخر ديال العجينه. اوكي نقطع دي، نجيو في الاخر ديال العجينه كنصنعوا خطوط يا اما بالسكين او لا بالقطعه ديال البيتزا كيف ما حبينا بهذه الطريقه. ونكملوا الرول ديال المحنشه، نرديوها بحال هكا. فهاديك العجينه اللي حنا قطعناها كتجي من الفوق اوكي بهذه الطريقه، ونبداو نلويو المحنشه ديالنا. نلويوها هكا وما نلويوهاش مضيقه، لا نلويوها ان هي تكون مرخوفه يعني ما تجيش العجينه مزيره بهذه الطريقه. صافي انتما كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا.
صافي وكنوضعوها في الطاوله اللي حنا مفرشينها من قبل بورق ديال الطهي، اولا كندهنوها بشويه الزيت وكنرشوها بالدقيق. نعاود واحده اخرى. كنطلقوا العجينه بمساعده الدقيق على هذا الشكل، ديما كنعاونوا بالدقيق لانه عندنا العجينه راه خفيفه وكذلك رطبه. نطلقوا على شكل مستطيل. هاد المحينشات رغم انهم بساط في الحشو ديالهم اولا في العجين ديالهم، لكن صدقوني كيجيو هائلين في المذاق، وكذلك حاجه مختلفه. يعني ما نبقاوش محينشات ولا بد انهم يكونوا حلوين، نو نقدروا نستخدموا بهم كذلك مالحين وبحشوه بساط. اذا من بعد ما كنطلقوها على هذا الشكل كنحاول بس نقادو لها الجوانب ديالها، وكناخذوا العماره كيف كنا كنخليو هاد القنات، يعني ما كنقيسوهمش باش كنجمعوا عليها، وكنحطوا العماره على هاد الشكل بطريقه نجمعوا القناعات هكا باش ما كتخرجش لينا العماره من بعد ما كيطيبوا، و كنجمعوا العجين كنسوديو من هنا. هذيك العجينه اللي حنا روليناها كنلصقوها مع العجينه الاخرى باش ما كتفرقعش لينا الحشوه وكتخرج بالطريقه. وكناخذوا سكين او القطعه ديال البيتزا كيف قلت لكم، وكنصنعوا هكذا خطوط على هذا الشكل. وكنكملوا الدوره ديال المحينشه بهذه الطريقه هذه، فهي كتجي في هذيك الخطوط من بعد ما كندوروها. وناخذوا المحينشه ديالنا ونبداو نلويوها بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه. بطبيعة الحال بلا ما كنحتاجو اننا نزيرو المحينشه في الدوره باش ما كتجيناش مدقصه، يعني كتلقى فين ترتاح وفين تطيب. اوكي بهذا الشكل. وكنحاولوا اننا نقرصوا العجين من الاخر ديالو باش ما كيتحلش لينا، وكنوضعوها في طاوه ديال الفرن بهذا الشكل. كيف كتشوفوا من بعد ما كملناهم كاملين فهم كيجيو على هذا الشكل. دابا غادي ندهنوهم بالبيض ولا صوص صوجا. هذيك لاصوص صوجا اولا كتعطيهم واحد المذاق اللي هو كيجي شي شويه مالح، وفي نفس الوقت كي كتعطيهم واحد البغيون من بعد ما كيطيبوا. حنا كندهنوهم هكا مزيان كاملين حتى من الجوانب ديالهم. بهذا الشكل غادي نرشهم بشويه ديال لافوان على هذا الشكل، غير شي شويه من الفوق. كذلك يمكن لينا نرشهم بشويه ديال الزنجلان او بالبافون او بالسانوج، يعني كيف ما حبينا، ماشي ولا بد يكون عندنا لافوان. صافي دابا غادي نخليهم يخمروا لانه المره الاولى ما كيخمروش غير كيرتاحوا. دابا غادي نخليهم يخمروا لمده نصف ساعه او على حسب الجو، يعني حتى كيتنفخوا لينا عاد من بعد كنطيبوهم على درجة حرارة 180 حتى 200، وفران تيكون مسخن من قبل.
حتى كي يكتسبوا لينا واحد اللون ذهبي وكي يتحمروا لينا مزيان وكنخرجوهم للفران ونتلقاو ان شاء الله ونشوفهم كيفاش كيجيو.